اللي كيمثلوها المغاربه كاملين، وكنرميوه بالصوت ديالنا وكنلقيو به للضمائر المسؤوله، للضمائر الحيه ماشي بالشبه حيه، كنرميو بالصوت ديالنا في قلب الضمائر المسؤوله يجاوبونا. وبركه من الاحتكار، وبركه من التجويع، وبركه من كلام اخر راني حشمت نقولو. راه المغاربه احرار، وحنا اليوم ما جيناش باش نريبوا هاد البلاد هادي، ولا باش ندمروها، ولا باش نديروا شي وقفه تدميريه، ولا شي وقفه تكسيريه نهرسوا وندقدقوا. لا حاشا معاذ الله، المغرب كنقول دائما، قلتها كنقولها دابا باقا غنبقى نقولها، المغرب دارنا، دارنا عمرنا ما غنريبوها، وعمرنا ما غنتكرفسوا عليها، وعمرنا ما غندقدقوها. المغرب دارنا، حنا هنايا اليوم سولتيني غنجاوبك بواحد ماشي سؤال عريض، ولكن غنجاوبك جواب عريض. حنا اليوم واقفين هنا وقفه سلميه، وقفه احتجاجيه اللي هي من حقنا، اللي كانت الوقفه اللي كتعطينا المواطنه ديالنا، ما كنسعاو على حتى شي واحد. ضريت من حقي نهضر، هزتنا اليوم النفس، النفس ديال تمغربيت. كنقول تمغربيت كنقولها بالدمغه، ماشي كنقولها بكلمه. اجي ادخل المغرب وقول انا مغربي، حنا مغاربه الحمد لله، عن اجداد وعن اباء. هزتنا النفس اليوم اللي هي باقي لها، النفس هي اللي بقينا كنملكوها في هذه البلاد هذه، هذه النفس اللي كتطلع وتنزل فينا هي اللي بقات لينا. ماشي بعيد حتى يتخلصوا حتى يوليو نتنفسوا هذا الهواء، هذا نتنفسوا حتى هويا نخلصوا عليه باش نشموه. راه هو اللي بقى، راه بقاو جوج حوايج حشاكم، النفس اللي كتطلع تنزل فينا والطواليط، هما اللي ما تخلصوش، هما اللي ما دخلتهمش الخوصاصه. هاد النفس اللي كتطلع وتهبط والطواليط هما اللي بقاو. حنا اللي ما متضررين جينا كنديروا هاد الوقفه هادي، ما غادي لا نهرسوا لا نريبوا حتى كاع الى شي واحد دارك، راه ما غنخليوش. راه هادي بلادنا، راه تمشي فيما مشيتي وترجع ليها، راه تقطع فيما قطعتي سبع بحور وترجع لبلادك. قولوا على الاسعار، قولوا لي على الاسعار اللي حنا جايين عليها. انا في الاول وضحت لك اني غنجاوب جواب عريض. الا بغيتو نهضر على الاسعار ما كاين حتى مشكل، مرحبا. هضري عليها، هضري عليها، هو اللي جاي على غلاء الاسعار، بحالي بحال كاع الناس هادو جينا على غلاء الاسعار. زيد 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 في الاسعار، بلاش من الزياده في الاجور، بلاش من الزياده في الحقوق، بلاش من الزياده في شي حاجه اخرى، زيد في الاسعار. حنا ساكتين حتى لين ما نعرف انا كتعتبر هاد السكات هذا كنعتبره غير صبر، لان السكات لان الكلام الحقيقي راه حنا باقي ما قلناش، راه الهضره اللي خاصنا نقولوا راه حنا باقي ما قلناش. هاد السكات هادشي كله وهاد الغوات وهاد التنديدات وهاد الكلام اللي كان كله، راه حنا مازال ساكتين وحنا مازال صابرين، وراه مواطن تقهر، راه هضرنا كي تنقول لطفح الكيل ونفد الصبر وبلغ السيل الزبا. راه حنا ولينا اشبه ببالون يقدر يتفجر في اي ساعه، فالله يرحم الوالدين، حنا ما باغيش نتفجروا. راه النفس شديت في الحبس 25 ساعه نهار وليل، ثلاثة د المرات تكرفست ما شديت. علاش؟ عارف هذا الشيء، شديت في هذاك الملكة ديال حقوق الانسان، قال لي انصاف المصالحه، قال لي انصاف المصالحه. تنطلب الدوسي ديالي في حقوق في انصاف المصالحه، قال لك خارج لاجل. تنمشي عندهم تقول لي خالص الناس، ولا اني انت خارج لاجل، ولا اني تعذبت. قال لك الملك اللي مهلوك خصها يتخلص، وانا ما خلصت حتى ريال. السلام عليكم. اليوم حنا كنتسولوا علاش خرجنا، حنا خرجنا حيت حبا في الخريج، حنا عرقنا ما واكلين ما شاربين، خرجنا على هذا الغلاء، هادشي اللي ولا الاسعار اللي طالعه، لا دقيق، لا كاع داكشي اللي كنمشيو ليه. حنا راه كناكلو كزواتين بزاف المغاربه، نمشيو للبطاطا، نمشيو داكشي كلشي اللي طلع هاد الغلاء وهاد الاسعار ديال البنزين، هادشي راه حشومه، راه الحكره عيشتيها في عيشتيها في الحكره في بحالاتك. وزعما راه سمعتي شو شحال من 40 مليون غتوقف عليك قدام الله، عطينا غير حقنا، راه حشومه. مشات الاولى اللي جات تقول لك غندير. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.